وأنا المعيدة الوحيدة لأولادي. أنا مهيمة، صلي سنة ونص جاي مسؤولية. وظيفتنا كثير صعبة. وأنا أم لسبع أطفال. عندي أم مريضة بركب البيت. حالتي صعبة. تنمي المهارات، حبيت اني شارك فيها. وعملنا دوره كم يوم، علمونا كيف نشتغل بالكبيس وكيف نعمل مربيات. بلشنا نشتغل، بلشنا بشيء بس بالشوكولا بالبدايه. علمونا الخياطه، دربونا، جابوا لنا اغراض حتى هني كمان. جبنا مكان صرت اشتغل فيها بالبيت. انبسطت انا، صاروا يضحكوا علي بالاول اول ما شفت المكنه، ايه بدك تعملي خياطه؟ بس انا ركبت براسي الفكره انه شو بيمنع اني انا اعمل خياطه. بدي ادفع مصاري للقصوص المدرسه، بدي ادفع كتب، بدنا لبس، بدنا هيك، انه انا عم دخل، عم بحس بحالي اني انا مرتاحه. حاليا عم اشتغل، ما بقى اطلب من حدا. وصار عندنا طموحات ان نشتغل مشان نقدر نعيش بهيك بلد يعني فقير. هلا انا عم اشتغل، عم ضل بايدي مصاري. وصرنا نشتغل من عندنا. وحده بتكون ببيتها وبتشتغل ضل هي مرتاحه. هيدا المشروع جعل ألف كتير 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 كبيرة وحلوة ومحبة بين الشعب، إن كان لبناني وإن كان سوري. قربت الست السورية من ست لبنانية. صار في تخالط بيناتنا، صرنا نتحدث، صرنا نحس ببعضنا أكثر. تأقلمنا على بعض وصار تآلف بعضنا البعض. وصاروا يشتغلوا هن وياهم إيد وحدة. هالجمعية هاي خلت المرأة عطتها ثقة بنفسها قبل كل شيء، وخلتها إنه قادرة توقف على جريان. ويكون عندنا يعني مثل إرادة قوية. بدي أعتمد على حالي. كسبنا خبرة وصار عندنا مين ما بده يعمل هون بيجي يسألني كيف أنت كيف بتعملي؟ عن جد هلا أنا من جديد عندي خمس بنات جايين يتعلموا معي كيف يشتغلوا بالمونة. وعندي قدرة إني أنا أكمل بهالمشروع.